معي باستوديو اليوم ضيفين مميزين، خاصة أنه عم نحكي عن لبنان، عن بيئة لبنان، عن الصورة، صورة لبنان بالخارج اللي كتير مهمة، بس ضروري تكون الصورة حقيقية. وائل جبر موجود معنا اليوم، مؤسس ميموريز إيفنت، أهلا وسهلا فيك. مجد. معنا طبعا النائب بولا يعقوبيان، مثل ما عم تشوفوا وهي سبورتر، مساندة لكليفرنس يلي رح نحكي عنه اليوم، واللي هو حدث رح يصير ب 29 شهر من ميموريز إيفنت. أهلا وسهلا فيك. شكرا، كثير مبسوطة بوجودك اليوم. انا سنة زمان ما التقينا. قد ايه أهمية انه نكون عم نعلي الصوت بالنسبة للبيئة، وفعلا نعلي الصوت وما نستسلم؟ ما فينا نستسلم لأن ما في عنا خيارات تانية، مجبورين نصلح البلد ومجبورين نبلش بالمسألة اللي هي قاتلة بيئتنا وحياتنا وصحتنا. واليوم وصلت إذا بدك الأمراض خاصة السرطانية لدرجات غير مسبوقة، وأنا طلبت وزير الصحة أنه ينشر السجل الوطني للسرطان بلبنان، مش لنخوف الناس، لنعرف فعلا شو وضعنا ونعرف منين بدنا نبلش التصحيح. فالعمل بهيدي المسألة لإلي أكثر من أولوية. فلما تعرفت على وائل وكليفرنس وفي كتير أشخاص عم بيفكروا كيف فينا نساعد، الأبسايكلينج شغلة بلشت ساعد وأتعرف على الجمعيات اللي بيشتغلوا أبسايكلينج، يعني إعادة استخدام من أكثر من 10 سنين، وجربنا نعمل هيك بعض المساهمات، خاصة شعبنا مزوي وبحب التحف الفنية، بحب الأشياء اللي علاقة بالديكور، فينا كتير نستخدم أشياء هي إعادة تدوير أو إعادة استخدام، منكون عملنا شيء حلو بنفس الوقت هادف. فهلأ كتير شباب عم بيفكروا بالبلاستيك شو يعملوا، بالإي ويست، إلكترونيك ويست اللي هو أضرب شيء تطمريه اليوم، تقدر تعملي منه تحف فنية. بهيدا الإطار نحن اليوم عم نتعاون، بعدنا بنفس الموضوع بنفس الملف اللي هو كتير كبير، نلاقي حلول نحن كجمعيات، كمجتمع مدني، كهيئات أهلية، نساهم بقصة النفايات، ولو أحيانا مساهمة عبر التوعية، لأن اللي عم بيقوموا فيه هو أكتر شيء هدفه توعية. وائل، كليفرنس شو بتعمل؟ يعني شو الهدف من كليفرنس وليش اسمه كليفرنس؟ أوكي. بيسيكلي كليفرنس هي خلقت من شركة اسمها ميموريز إيفنتس مانجمنت، هي شركة موجودة بدبي، ربحانة صارت 15 أورد وفيها 4 جينيس وورد ريكوردز. سو بيسيكلي بنطلع على لبنان، نحن من بعيد، نحن مغتربين ما عايشين بلبنان، بنطلع على البلد الحلو اللي هو كله فنانين، اللي هو كله العالم الذكي والكليفر، وبنشوف هذه المشاكل بنزعل كثير، لأنه بهذا البلد فينا نعمل شغلات توصل للعالمية. سو بيسيكلي فكرة كليفرنس هي اجت من اللي بنشوفه على سيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو بنشوفه على جوجل، بس تكتب لبناني بيطلع لك الشغلات المش حلوه خصوصي ريبورت للزباله 100%. سو نحن وات وي ار تراينج تو دو بهذا الكونسبت، عم نعمل اكبر لوحه موزايك بالعالم، حتدخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه، ب بورت اللي هو الابسايكلينج، ببورت البلاستيكس والتنك وكل هذه الامور. فنحن عم ناخذ الامور نطلع فيه من طريقه فنيه، ما نجينا نحل المشكل، بس نحن اتليست عم نوعي العالم بطريقه مختلفه، انه انتم فيكم تشوفوا بهذا الشيء المش حلو شيء كثير حلو، وفيكم توصلوا فيه للعالميه، لانه بيسكلي هذا البلد طلع كثير فنانين وبعد فيه طلع، والعالم اذا بتشوفي ببيروت او بشوارع بيروت او بلبنان كله بتلاقي كل العالم بتحب هذا الشيء، بس بده مين يدعمهم او يسندهم. فقمنا بهذا المشروع نحن، لا صراحة فول سبورت نحن عم نعمله لحالنا، لأنه منآمن بهذا البلد ومنآمن بالشعب اللبناني، وأتليست عم نجرب. بدي أقول هون كاتيا، يمكن المساج اللي كتير مهم بالموضوع أنه نقول للناس جربوا ما تكبوا قصة ثقافة الوان دولار أونلي، نكسر من كبه من جيب غيره، عم ندفع تمنها لما عم نرمي الأمور. فلازم ننتبه أنه بدنا نحن نخفف نفايات من عنا، قصة الوان يوز كمان نكسر من كبه كمان كل هيدا لازم ننتبه أنه في مسائل لو عنا القدرة أنه نرميها عم ندفع ثمنها كتير غالي من بيئتنا ومن صحتنا ومن حياتنا، نخفف قد ما فينا من الأشياء اللي منا مضطرين نكبها. وضروري نفرز عقلنا، لازم يفرز انه ما في حل بمساله النفايات الا ما نفرز من بيتنا. بولا كمان اللبناني منه مقتنع انه لما عم يفرز ببيته مزبوط عم يكون عم بفيد انه البلديه عم تسرق. لانه عم بيرجعوا يكبسون كلهم مع بعض، بس انا عم بحكي البلديات، لا في بلديات كثير عم تحترم هالشيء، بس لما بيقتنع اللبناني انه هو تعب وما راح يروح دعان، ما بعتقد انه عنده اي مشكله. بتعرفي انه ما بدها تعب،
اليوم في حل الكيسين اللي هو منحط أورجانيك منحط نان أورجانيك، هالقد مسهلة. بس لما ما بيكون مآمن بالخطة يلي عم تنعمل، لأنه للأسف ما عنده هالحافز للأسف يعني. عندك مثلا معمل كومبوستينج واقف ما بيشتغل، مثلا مثلا يعني التسبيغ اليوم بلبنان كله واقف، أورجانيك كله بفوت على مطمر برج حمود تقريبا، عم نحكي بألاف الأطنان لأنه ما في روح على كوستا فرافا لسلامة الطيران. هلأ سكر صيدا في 250 طن إضافة كمان بفوتوا بنفس المطرح، هيدي كارثة بيئية. نحن بدنا نفكر أنه كمان علينا مسؤولية، دولة مغايبة بكوما ما في خطة أبدا وما في رقابة، الكارثة الأكبر أنه اللي مفروض يكون عين مراقب منه مراقب ولا محاسب للشغل كيف عم بيصير. تحية كبيرة للبلديات يلي عن جد عم تعمل مراقبة ذاتية، وعن جد أوقات عم تجرب هي يكون عندها معامل صغيرة بقلب البلديات. صحيح. يعني قليلة ولكن معالجة وفرص، يعني ممكن هالشيء أكيد ممكن وما في حل آخر اليوم بعد لحد هلأ ما استنبطوا حل تاني غير الفرز من البيت، وما فينا بقى نضل نعمل أنه أي مين لح يفرز، لا بدنا نفرز مضطرين مجبورين. وعن جد شغلة منا صعبة، شوية ضمير وحس وطني، هيدا الزبالة مسألة سيادية صارت عم تاكلنا وعم تاكل من صحتنا. طبعا الوعي كتير ضروري، ونعرف انه فينا نحن نساهم بحل، كمان عم نخفف على جيبتنا اليوم عم بنقوا على الوضع الاقتصادي. اصلا معامل يعني بتطلع مصاري، بتطلع اكيد بتطلع اكيد طبعا، ريسايكلبلز بتنباع وبمبالغ كتير كبيرة طبعا. بس نرجع لكلافرنس وللإيفنت اللي رح يصير ب 29 الشهر، هل موزايك رح ينعمل من شو؟ مين رح يعمله؟ اوكي بيسكلي نحن دبي ووتر فرونت عطينا بيس اوف لاند عندهم على الواجهه البحريه، سو نحن عم نجمع سبيسيفيك ايتمز اسبير جينيس وورد ريكورد، عم نجيبهم ونجمعهم بهيدي المنطقه لنعمل منهم اكبر لوحه، اللي هي هيدي تكون اللوحه بتنشاف حتى من الطياره انت عم تعملي لاندنج وانت طالعه من فوق هيدي المنطقه سبيسيفيكلي بالضوء حتى بالليل. هي لوحه فنيه بتمثل شيء خاصه بلبنان، منا حد محددين شيء معين. وبحب اقول على هيدا البروجي، هيدا البروجي ما له لون، منه لطايفه، منه للعالم معين، هذا البروجي لكل لبنان وين ما كان بكل العالم، وبنتمنى من كل العالم تعمل له شير قد ما فيها على السوشيال ميديا، خلينا نحاول نغير الفكر تبع العالم باتجاه لبنان، لانه هذا البلد كثير حلو، وهذا البلد من اجمل بلدان العالم، وبس بده حدا يامن فيه، وخلينا مثل ما عم نحط ونعمل شير للافكار المش حلوه بلبنان، كمان نعمل شير لهذا البروجي خليه يوصل لكل العالم. كثير ضروري نعمل له شير، خلينا نقول كمان هون لنوقف كل ما ينحط لبنان بيطلع لك بحر الزباله. هلا اليوم مين ما يحط لبنان باي لغه، اول شيء بيطلع للاسف بحر الزبالة. يعني فبدنا نجرب نطلع شيء كمان حلو رح يضل يطلع هيدك، بس خلينا نفرجي انه هذا البلد في طاقات وفي اشياء حلوه. رح نشوف تيزر عن الايفنت ونرجع نتابع. من خلال الفن لقيت طريقة، الفكرة أنه بعز الحرب كانت صورة لبنان أحلى من هيك بكتير، يعني قدي زبالة هي حرب علينا أكيد. كنا مش منتبين قدي هي قوية، كنا نقول حرب الآخرين على أرضنا بكرة بتخلص وشوفوا كيف حنعمل بلدنا ونرجعه جنة. بس بدي أقول أنه فكرة السفينة الشراعية اللي هي فينيقية بعتقد هيدي قبل أدياننا ومذهبنا وطوايفنا، فينيقية على أيام ما كانوا على الشط لا كان في لا إسلام ولا مسيحية، كنا موجودين خلينا نقول على هالشط اللي استخدمناه للتجارة، ولو ما ياما يمكن الناس ما كان فيها تلوث، صحيح قصوا شجر الأرز وعملوا منه عملوا بواخر منه، بس وقتها استعملنا الطبيعة وصلنا للعالم كله نقلنا الحرف. اليوم شو عم ننقل؟ خلينا نفكر. بدي خبرك بس إنه حكومة اليونان دعت علينا، مش دعت، وجهت لنا إنذار إنه زبالتكن عم توصل لعنا. ردت الحكومة اللبنانية، مش هيدي الحكومة السابقة، قالت لهم هيدي زبالة إسرائيل مش زبالة لبنان. بدك تضحكي بعد شوي أكتر، ردوا علينا صوروا لنا الزبالة مع البرودكت اللبنانية اللي هن ما لح سميهم مصورينهم وبعتين لنا الصور. هلا إذا عم نصدر على إسرائيل يعني الشيء اللي بأكد إنه هيدي النفايات طالعة للأسف من بحرنا، فاللي عم بيقولوا إنه لا ما لازم تحكوا، لا لازم نحكي ولازم
لازم نضل ملاحقين المسؤولين. انتم بتتحملوا مسؤوليه وضعنا السيء، المواطن عليه كمان مسؤوليه. هذا اللي بكب بلا تفكير واللي بيعتبر انه هي مش مشكلتي، بنظف بيتي كثير 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 منيح بس بجوي الطريق، هذا كمان مايند سيت نحن كلبنانيه صار لازم نغيره، ثمنه كثير غالي علينا، ولازم نفكر كثير منيح بمبادرات مثل عم تنعمل، لان نحن شعب بنحب الايفنتس بنحب المبادرات، فينا نعملها باتجاه تكون مفيده بنفس طبعاً. الوقت كلمه اخيره. أول شيء بدي أشكر بولا، thank you so much على الدعم الحلو، مشيو ميشيل المر على دعمه من أول بروجي باي ووتر فرونت، اللي بده ينفذ اللوحة اللي ما بدنا ننساه أكيد اللي هو اسمه بيير عبود، حيجي خصيصاً من دبي فور فري، ما عم بياخذ منا اي شيء لينفذ هذا البروجي على الارض. بطلب من الكل يدعمونا يساعدونا على الارض، بدنا فولنتيرز، بدنا نفوت لبنان بجينيس وورلد ريكورد مش باكبر صحن حمص، بدنا نفوت لبنان بشيء فني كثير كبير. بشكر التيم اللي بيشتغل معي ببيروت، رين خوري، سومر سريدين وكل العالم، ثانك يو سو ماتش. وللفولنتيرز كيف بتواصلوا معنا؟ اوريدي اي ثينك طلعنا الرقم تليفون وايميل ادرس، بليز كونوا كثار و29 الشهر نزلوا على الايفنت وشوفوا شو حنعمل. كثير مهم الفولنتيرنج وانا رح كون موجوده مع استاذ بيير ومع وائل، نشوف كيف فينا نساعد، لانه اليوم عم بيعملوا كل شيء خليني اقول كليفرنس من جيبتهم، عم نجرب نجيب سبونسر شيب، فان شاء الله اللي عم يسمعونا هلا يكونوا يطلعوا بهيك بروجي، طلعوا على المسؤوليه الاجتماعيه هيدي طبعا. على كل حال ضروريه، وشير شير شير بهالوقت. شكرا لكم لوجودكم معنا، وقفي هلا بنرجع نتابع لايف.